الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عماد النميري، مرحبا بك معنا في صفحة الأنصار مولودية نيوز. الله يسلمك، شكرا على حسن الضيافة هذه. عماد النميري، عرف نفسك للأنصار. النميري عماد الدين، من مواليد 1996. لي كاتيجوري ديالي كاع جوزتهم في مولودية. العام اللي فات صار بروبلام، رحت ليا سما وكتب ربي عاود وليت الفريق ديالي. وشنو هي الأمنية اللي حاب يحققها عماد مع مودية الجزائر؟ كوا فان طلعوا سينيور ونحقوا لي راف ديالنا ونلعبوا على شلالة اللي تيتم مع مولودية. واش يمثلوا لك أنصار مولودية الجزائر؟ باينة هادي بلا ما تقولها. حامد الله يبارك ما شاء الله عليهم. وفي الآخر نشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار، وختم باش تحب. الله يسطركم وشكرا على هذا الانترفيو، وإن شاء الله مولودية هذا العام عنده حاجة كي إسبوار كي سينيور، وربي يوفقنا إن شاء الله. إن شاء الله يا أخو، ربي يوفقك أنت ثاني.